نتواجد هنا مشاهدينا حيث الاستهداف الإسرائيلي الأخير على نادي خدمات المغازي الرياضي الذي كان رياضيا ولكنه بات وتحول للنازحين الذين لم يجدوا مكانا لهم، منهم من سكن في مثل هذه المناطق ومنهم من كانوا على الشارع. الاحتلال الإسرائيلي دون سابق انذار او تحذير قام باستهدافهم وبشكل مباشر، مما ادى الى احتراق هذا المبنى التابع للنادي والذي كان فيه ايضا صيدليه للادويه في هذه المنطقه، وايضا كان فيه مشاهدينا عيادة تدفع لهذا النادي. الاحتلال الإسرائيلي قام باستهدافه حتى هذه اللحظة رغم مضي عدة ساعات على هذا الاستهداف، إلا أنه حتى هذه اللحظة النيران تأكل هذا المبنى بشكل عاجل ومتسارع. الآن نحاول أن نفهم الصورة وما حدث من خلال أحد شهود العيان. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. إيش اللي صار؟ مجزرة كبيرة جدا، يعني مش عارف أتخيل إيش اللي بشوف. الناس تحرق، الناس بتموت حرق قاعدة، مش عارف أنا كيف. ايش ذنب الصيدلية يعني يستهدفوها؟ الصيدلية قاعدة بتبيع الناس، كلهم ماتوا جوا الصيدلية حرق، والناس اللي جاية تشتري ماتت حرق. الحمد لله على سلامتكم. يعني بهذه الحرقة يتحدث هذا المواطن الذي يشهد بأن لا يتواجد في هذه المنطقة سوى المدنيين، سوى هذه الصيدلية التي تبيع الدواء للمواطنين في هذه المنطقة، إضافة إلى ما تحدثنا عنه بوجود عيادة ومستوصف يتبع لهذا النادي في مخيم المغازي الشرقي وسط قطاع غزة. نحاول الوصول إلى هذا النادي ونحاول أيضا أن نتحدث مع أحد أعضاء هذا المستوصف والعاملين في هذا المستوصف. إذا الغارة الإسرائيلية والتي كنا نتوقع بأن تكون بسيطة ولكنها أثارها كبيرة جدا، نتحدث عن صيدلية، عن مبنى، وأيضا عن مستوصف في هذا المكان كما نشاهد مشاهدينا الكرام. أسرة للمرضى، للمصابين، ولكن الاحتلال الإسرائيلي الذي يحارب الفلسطينيين في القطاع الطبي الآن يقوم باستهداف هذه المستوصفات. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية. فجأة احنا كنا مداومين اليوم 6 صباح، روحنا تقريبا 1:30، ارتحنا في بيوتنا، سمعنا صوت ضربة، أجينا نجري لقيناها في العيادة. العيادة اللي بتخدم مخيم المغازي بتخدم أكثر فوق 100,000 نسمة، معظم النازحين وأهالي، عيادة صغيرة يعني مستوصف حكومي. أنت شايف كيف يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ايش بدنا نقول اكثر من هيك؟ يعني في حد بيتواجد في هذه العياده غير المرضى والاطباء؟ احنا كان شفت الصباح وكنا مروحين، يعني كانت العياده مسكره، يعني عياده حكوميه لا تشي لازم تخدم يعني فئه كبيره من الشعب الفلسطيني مصابين للغيار والجرحى. الحين مخيم المغازي خرج عن النطاق الصحي، خرج من المخيم ابدا بالمره. فيش الحين اي شيء يخدم مخيم المغازي، يعني لا عيادة صحية، لا مستوصف، ولا أي شيء. مستوصف حكومي صغير يخدم كان في عيادة نفسه، خرج عن الخدمة بتاتا، خارج الخدمة نطاقا. عبد الله سلامكم. إذا مشاهدينا كما لاحظنا النيران لا زالت حتى هذه اللحظة، الأدخنة في كل مكان، والجميع يحاول بقدر المستطاع أن يخمد هذه النيران وأن يقوم بانتشال إذا ما كان هناك مصابين أو مفقودين تحت أنقاض هذا المكان. لا زالت حتى هذه اللحظة الأعمال على حالها، يحاولون إخماد النيران في الخارج، وهنا يحاولون إزاحة وإخراج ما تبقى من مستلزمات طبية في هذه العيادة قبل أن تصلها النيران التي شاهدناها في الخارج. من مخيم المغازي شرقي وسط القطاع، محمد أبو رموس الغد، فلسطين.